الحمد لله رب العالمين. تعبت مدة 13 سنة وانا اعاني الحمد لله ليل ما نام، واخذت اعشاب واخذت دويات وروح على الدكاترة وانطوني علاجات، كنت تعبان شكل. اخذت دواء مركز الشيخ الهاشمي، اول اسبوع ارتحت نفسيا، صرت افحص السكري نزل عندي كثير، وصل عندي عريق 90 100، يعني بعد الاكل 140 145، الحمد لله. وكان في عندي اكثر من شغلة، الام بصدري كمان راحت نهائيا. من ثاني زرعة بلشت هذه كلها راحت، الرز عندي وشي صفي، الحمران كله، وعيني صار أحسن من أول. شو بدي أحكي، ما بقدر أعبر عن شكري له، يعني ما شاء الله عليه على جزي الخير. يعني إحنا سنين وإحنا نشوفه على التلفزيون ونشوف له شكر وله ناس شفيت من أمراض كتيرة، والله يزيد من عمره إن شاء الله يعطيه على قد نيته. أنا أم أحمد من الأردن، رحت لدكاترة كتير وما تحسنتش عليهم، بقيت ما بقدرش أمشي ولا أقوم ولا أقعد ودايما تعبانة. شفت إعلانات على التلفزيون للدكتور محمد الهاشمي جرعة واحدة وتحسنت وبقيت كويسة وبمشي، بقيت أقوم وأروح وأجي وبقيت كويسة وتحسنت كتير. أخذها وراحت فيها، أخذها على مركز الهاشمي والحمد لله رب العالمين شافها، لا عنده سكري ولا عنده قادور ولا عنده أي من الأجل، ما شاء الله شخصي. أنا 12 سنة، أنا أولادي كلها، وضعنا كان والله تعبان من مرة أختي، وضعنا سيء يعني من مرة، أول شيء الشافي الله وبعدين مغذات العلاجات العشمي، يعني والله لولا هذا أنا ما شفيت أنا. الحمد لله رب العالمين، أن الله سبحانه وتعالى وفق يارا هاي البنت الحلوة الشاطرة، وراحت عنها الجرثومة وكانت تعاني منها يعني أكثر من سنتين، وراحت مستشفيات وراحت يعني واستعملت أدوية كثيرة كيميائية، ولكن ما الله كتب. يعني أحيانا يستجيب الشخص، يستجيب المريض عن طريق يعني الأدوية الكيميائية، ممكن تكون أحيانا شفاء تتشافى منها، وممكن أحيانا يعني ما يتشافى. فليس المشكلة في الأدوية حتى، وليس المشكلة، لكن نوع المرض، المشكلة في نوع الحالة ونوع المرض. في نوع من أنواع الأمراض يستجيب له العلاج الكيميائي، وفي نوع من أنواع المشاكل الصحية مثلا حلها أيضا عن طريق الجراحة، وفي نوع من أنواع الأمراض أيضا بتكون عن طريق أيضا المنتجات الطبيعية اللي احنا بنسويها، العسل والأعشاب وما شابه ذلك. وفي نوع من أنواع أيضا الأمراض تتشافى عن طريق أيضا الرقية الشرعية، وفي نوع من أنواع الأمراض تتشافى عن طريق الحجامة، وفي شيء ماء زمزم مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ماء زمزم لما شرب له طعام وطعم وشفاء سقم، اللي هو المرض. فيعني احنا في الأخير لنا هدف واحد كلنا متفقين عليه، ان احنا الإنسان اللي جاء عندنا او جاء عند الطبيب او جاء عند الجراح او جاء عند المستشفى انه يتشافى. كيف حيتشافى؟ عن طريق هذا، عن طريق هذا، عن طريق هذا، كلنا احنا نكمل بعضنا. أنا أكمل الطبيب، الطبيب يكملني أنا، فهمت علي؟ إحنا في الأخير نريد حل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. بالتوفيق للجميع، وإن شاء الله نشوفكم مرة أخرى إن شاء الله في حالة شفاء بإذن الله سبحانه وتعالى.
تم شفائها عن طريق منتجات مراكز الهاشمي. وأشكر كل الأخوة والأخوات والصيادلة واللي يشتغلوا في معاملنا ومراكزنا اللي لهم مساهمة كبيرة في هذه المسائل، نشكرهم جزيل الشكر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا وأن لا يحرمهم الأجر، وجزاهم الله كل خير. وأنتم أيضا الله يحفظكم ويرعاكم، ونشوفكم في يوم آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.